الكورتيزول يفرز الصبح اول ما نقعد من النوم، هو اللي يعطينا نشاط، يعطينا يمكن تشوفوني شلون انا هايبر واقول مواضيعي. من يصير المغرب خلاص يقل الكورتيزول، فانا شنو اسوي؟ اقوم اشرب لي قهوه تزيد الكورتيزول تعطيني شوي هايبر. هذا شيء طبيعي، اذا لاحظت نفسك من يصير المغرب تحس شيء مكتئب، تحس مالك خلق تسوي شيء، خدران، هذا طبيعي جدا، لان الله سبحانه وتعالى خلى الكورتيزول يفرز الصبح عشان تقوم باعمالك وتقوم بشغلك. بعدها من يصير المغرب خلاص شوفوا لاحظوا الويس ويس، العصافير، الحيوانات تنام، وايضا الانسان لازم هني بهالوقت هذا يريح. هو عاده شيء طبيعي، مفروض انت 7-8 انت نايم، 6:30 المهم الفتره انت نايم، ولكن رغم المشاغل اللي تصير لنا والانزعاجات ننام بالليل. فكل ما تكبر حاول تنام مبكر وتقعد مبكر. اوكي الحين بسوي موضوع عن الجروث، ولكن ما